موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها مراتب الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر على 4 مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، الذي لا يعزه عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وأسرارهم وعلانيتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار. هذه مرتبة العلم. أما المرتبة الثانية فهي الإيمان بكتابة ذلك، وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن، وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم، أي كتب كل ما علمه الله عز وجل من مقادير العباد. وأما المرتبة الثالثة فهي الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهما متلازمتان، من جهة ما كان ما سيكون، ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن. فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئته سبحانه وتعالى إياه، لا لعدم قدرة الله عليه، تعالى الله عن ذلك. قال الله عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. أما المرتبة الرابعة فهي الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خالقها وخالق حركاتها وسكناتها سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. إذن مراتب الإيمان بالقدر 4 في كلمات موجزة: الإيمان بعلم الله المحيط، أي الذي علم كل شيء، الإيمان بكتابة هذا الذي علمه من مقادير الخلائق، الإيمان بمشيئة الله أي في كون ما كتب وعلم سيكون، والإيمان بأن الله خلق أو يخلق هذا الذي علمه وقدره وكتبه سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.